رحب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتعاون القائم بين مصر واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، ومؤكدا التطلع لمزيد من التعاون خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. كذلك خلال استقباله السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، والتي أشادت من جانبها بالمبادرات الناجحة في مجال دعم وتعزيز الرعاية الصحية في مصر، كما أشادت بالتنسيق القائم مع وزارة التخطيط في مصر حيال خطط التنمية، وفي مقدمتها خطة التنمية المستدامة 2030 وأجندة التنمية في أفريقيا 2063.